من الاتراك ان تكون لبسه سريعه وانيقه، تقدرين تلبسيه للطلعه، هو اصلا مع الطلعه اللي عنده تشوفون الكيلوت مالته شلون صاير بهالشكل بهذا الجمال، سعره جدا مناسب 22 فقط، اتوفر طبعا بعده نقشات، راح اشوفكم الوان هذا الموديل بعدين نروح على الموديلات الباقيه، هذا الموديل لابسته عجبني اللون البرتقالي اللي يكون بهالشكل بهذا الجمال، خامته كلش حلوه وسعره جدا مناسب، ايضا توفر بعده الوان باللون الوردي اللون الازرق اللون الابيض واللون الاسود، كل هاي الموديلات توفرت بالموديل اللي انا لابسه، اقصد كل هاي الالوان بهذا الموديل، هسه نجي على الموديلات البقيه اللي تكون بهالشكل بهذا الجمال، تشوفون القطعه شلون حلوه، توفرت بعده الوان باللون الازرق ايضا اللون البرتقالي، توفرت بهذا اللون اللي يكون اخضر بهالشكل بهذا الجمال باللون البيج، اسمعوا لي جمال البيجي يكون بهالجمال، وتوفرت طبعا باللونين الاساسيات اللي هو اللون الابيض واللون الاسود، هذا الموديل سعره يكون 22.5 فقط، طبعا القياسات تعرفوها من 36 لحد 46، نجي على الموديل الثاني اللي يكون بهالشكل بهذا الجمال، البيجامه مالته تكون فيها كيف دقم هيجي، تشوفون القطعه اسمعوا لي الخمايه شلون حلوه، ايضا اجى باللون البرتقالي باللون الاخضر باللون الاوف وايت واللون الابيض والاسود، طبعا الابيض بنات بداعه بداعه، تشوفون قطعه شلون حلوه، الحلو بهاي الموديلات انه هي تكون هاف، يعني تقدرين تلبسيها وانتي مرتاحه، ايضا هذا الموديل وفرناه لكم يكون بهالشكل هذا الجمال بعده الوان، اخضر وردي ازرق بيجي الابيض والاسود كلهن متوفرات داخل كوخ شارع فلسطين، اذا تحبون طلبوه عن طريق المحتوى.